في البيت، في الشارع، في الاعتصام، في الإدراك، الجامعة، العمل، مع الأصحاب، في المدرسة، ألعب، أعمل، أقرأ، أكتب، في المغامرة، دردشة عن السياسة والثقافة، الحالة الاقتصادية، عن البيئة، عن الحروب والإنسانية، عني وعنك، شباب 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 بالعربي. في هذه الحلقة من شباب العربي سندخل إلى جامعة الأزهر في غزة لنتعرف على حياة الطلاب هنا، ظروفهم التعليمية وطموحهم في فرص العمل، كما سنتعرف على حياة الشباب الغزاوي بعيداً عن الجانب التعليمي. سلام، نستضيف بحلقتنا الخاصة عدد من الطلاب الجامعيين الفلسطينيين. معنا ريهام أبو حسنين، أيمن فهمي، وشيماء الحمضيات. أهلا فيكم. أيمن، بدي بلش معك. أنت درست أدب إنجليزي فرنسي. تمام. بداية، أنت كيف اخترت هذا التخصص؟ على أي أساس قررت أنك تدخل بهذا المجال؟ أولا كانت بيني وبين العائلة نقاشات إنه أنت شو بدك تفوت بالأول. أنا كان اختيار الأول والأخير إنه أفوت قسم متعدد اللغات. كمان عملت حساباتي لأنه سوق العمل بيحتاج كتير للغات، سواء إنجليش، فرنش، سبانيش، لغات كافة. فلهيك أقنعتهم وتم الاختيار على الموضوع هذا بأنه خلص قسم اللي أنا بتفوته هو. طب نحن نعرف بفلسطين، وهي ما الكل بيعرفها، معلومة بظن حتكون جديدة للكتير، أنه بفلسطين جميع الجامعات مدفوعة الثمن، لا يوجد جامعات مجانية بفلسطين. هل للطالب الفلسطيني بتكون موضوع ميزانية هذا التخصص إلى أهمية باختيار التخصص؟ طبعا طبعا، يعني في ناس بتعرف انه توجيهيه عندنا بغزه في علمي في ادبي، يعني في احيانا الناس من العلم بيضطروا يفوتوا اقسام بس بتقبل التخصصات الادبيه فقط لعامل واحد هو العامل المادي. فلهيك يعني اغلب الشباب اللي بيكونوا بتكون التخصصات العلميه ميزانيتها بدها ميزانيه اكبر، فالعامل المادي بيمنع طموح الشاب انه يفوت، يعني سواء طب او صيدله او ما دون ذلك، فبفوت تخصصات ادبيه. فالان في بيكون حاجز ما بينه وما بين طموحه، فهو مضطر انه يقبل لانه هو ما زال طالب وما زال بيتلقى مصروفه وفلوسه من اهله. شيماء، انت نفس الاختصاص تقريبا ادبي وهو اللغه العربيه، كمان على اي اساس انت اخترتي هذا التخصص؟ اول شيء انا منذ الطفوله يعني كان طموحي اعلام، بس طبعا انا بكتب شعر، بكتب قصص، بكتب روايات ومحاكمات ادبيه، فكان لي تشجيع من اهلي انه انا افوت تخصص يساعدني في اللي هي الهوايه الموهبه اللي عندي، ومدرساتي في المدرسه كله كان يشجعني على اساس اني افوت تخصص اللغه العربيه، لانه قسم اللغه العربيه في كليه اللغه العربيه بشكل عام في جميع دول العالم كليه مرموقه. اللغه العربيه يعني بالرغم على جانب انه هي لغه عربيه بتحتوي على قسم كبير من الثقافه، هي يعني الثقافه، الشعب الفلسطيني معروف انه مثقف، انا بفتخر اني اكون انا شابه فلسطينيه مثقفه، ففوت اللغه العربيه اساس بجانب انه الشعر يكون عندي ثقافه كامله، لانه الشعر لازم يكون ملم بجميع الظروف المحيطه حواليه. شيماء، انا بدي اسال هالسؤال لكم، بدي بلش من عند ايمن. قد ايه انت برايك الاختصاص اللي عم تتعلمه بالجامعه هو كافي؟ يعني انت بحاجه، بتحس انك بحاجه لدورات الى جانب التعليم خلال الجامعه، او كافي انك تطلع قوي بالاختصاص اللي عم طبعا تعلمه؟ نقطتك صحيحه، يعني طالب الجامعه دائما وابدا بيحتاج الى دورات، وحتى الدورات هاي الجامعه اغلب الوقت يعني بتتكفل فيها، لانه خارج الجامعة بتكون يعني كتير غالية. عم نحكي عن اختصاصك تحديداً. أوكي. لأنه ما فينا نعمم يمكن. أوكي أكيد أكيد مفهوم. لأنه 4 سنوات داخل الجامعة أو حسب التخصص ممكن يكون في 5، ممكن يكون في 6. الطالب الجامعي يعني أحياناً بيكون مجتهد، أحياناً لا، يعني الفروق الفردية دائماً يعني بتلعب دور كبير في الموضوع هذا. فبدعم وجهة نظرك في الموضوع هذا، فأكيد لازم الواحد يطور حاله حتى خارج تخصصه. يعني أنا مثلاً إنجليش فرنش ما اكتفيت باللغات، يعني دخلت مجالات مهنيه ثانيه. كنت عم تقلي لانه اللغه بالنهايه هي انه ممارسه. حانقل هيدا السؤال لريهام. ريهام، انت فهمت انه اختصاصك لغه عربيه ضمن الاعلام، قد ايه برايك كافي انه الاختصاص بالجامعه بس نخلص؟ بتحسي حالك قادره تكوني قويه بسوق العمل؟ صراحه لا، الجامعه ليست كافيه للطالب. الطالب طبعا بجانب الجامعه بياخذ دورات لو يقوي حاله في مجاله، خصوصا ياخذها هو شخصيا ولا الجامعه هي بتامن؟ انا شخصيا باخذها انا من حالي، بروح شوف وين في
مراكز مالنا عن دورات في مجالي في تخصصي بروح باخذ فيها، لانه انا برضو انا بدرس لغه عربيه اعلام، التركيز الاكبر على اللغه العربيه مش على الاعلام، مواد الاعلام قليله جدا مقارنه بمواد اللغه العربيه في تخصصي، حتى انه انا مؤهله لاكون معلمه او مدرسه في اي مدرسه، لانه عندي مواد العربي تساوي تقريبا مواد اللي بيدرسوا تربية عربي أو بيدرسوا أداب عربي، فطبعا بحتاج كتير لدورات في مجال الإعلام، لأنه أنا بدي أركز على مجال الإعلام مش مجال. طيب السبب يعني المشكلة إنه أنت بحاجة ما بتكفيكي المناهج الجامعية، سبب هو إنه هي المناهج ضعيفة أو لأنه الجامعة مثلا في عدد كبير من الطلاب اللي بتحضري بالجامعة ما بيكون كافي بالنسبة إليك، شو وين العطل لحتى أنت عم تضطري تخرجي عن الجامعة؟ العطل الجامعة حاطة منهج محدد وفي تطورات يمكن الجامعة ما بتقدر تواكبها، فأنا لازم أواكب هاي التطورات، خصوصا أنا في مجال الإعلام في تطورات كتير كبيرة بتصير فيه، فأنا لازم أواكبها عبر الدورات اللي بتنعطى برا الجامعة مش جوا الجامعة. نعم شيماء، أنا بدي أسألك، أنت عم تحكي لي من قبل أنه سألتكم يمكن نعرف نحن الظروف الصعبة اللي بعيشها كل شباب العربي وتحديدا الشباب الفلسطيني، شو الدافع اللي بيخليكم أنكم تندفعوا هالقد للعلم على الرغم انه عارفين يمكن انه الفرص قليله جدا؟ طبعا الشعب الفلسطيني معروف انه اكثر الشعوب ثقافه، اكثر الشعوب تعلما، اقل الشعوب فيها اللي هي فيها نسبه اميه، احنا الطفل يولد عندنا وهو واهله يعني الام والاب لهم دور كبير في انه الطفل منذ الولاده هم يقولوا له، حتى لو كان في نسبه ذكاء للطفل غير موجوده، هاي النسبه مش موجوده عنده، عارفين انه قدرات طفلهم قليله، لكن بالرغم من هيك بضلهم انه منذ الطفوله هم يقولوا له انت بدك تطلع دكتور، انت بدك تطلع مهندس، عشان احنا الشعب الفلسطيني بيحب العلم منذ صغر، لانه احنا ما معنا بنقدرش نواكب العالم بدون احنا دوله محتله، احنا في ظل احتلال، احنا الشيء الوحيد اللي بنقدر نواكب فيه هو العلم تبعنا، فكيف انه احنا بدنا نواكب العالم الخارجي ونقدر انه احنا نواجههم من خلال علمنا، غير هيك انه علمنا بنفعنا في الدول الخارجيه، في بعض الدول ماخذه عن الشعب الفلسطيني فكره خاطئه، فاحنا من خلال علمنا هذا، من خلال المسابقات الثقافيه اللي رح نطلعها معهم، من خلال انه احنا دائما نكون مصرين انه احنا نحصل على المراكز الاولى من الشعب الفلسطيني، لازم يحتل لا يحتل اقل من المرتبه الثالثه في اي مسابقه ثقافيه علميه في اي ميدان من الميادين العلميه، لازم منذ الصغر انه انت حتطلع في هاي المراكز الاولى مش حتحتل اقل منها، فلازم انه ضروري انه احنا نفوت هذا العلم، فخلص العلم عندنا صار شيء ضروري، بتلاقي الطفل الصغير للكبير مصر على الدراسه مصر على العلم، فمن الصغر بنكون حابين انه احنا نفوت جامعه. ايمن تخبرنا شوي عن الهجره، في نسبه هجره او الشاب اللي يفوت على الجامعه بيكون عم بفكر بدي اخلص اختصاصي وهاجر؟ مظبوط، الشغل الشاغر والاغلبيه الساحقه يعني للشباب يعني سواء من البنات او من الشباب الصبيان يعني، فالكلام كله انه انا بدي اخلص جامعه شو كانت مدتها، انه يعني سوق العمل اساسا ضعيف يعني منذ سنوات عده، يعني ما قبل دخوله بالجامعه هو بيسمع دائما انه ما في شغل، بطاله في ارتفاع متزايد، فطبيعي طموحاته حتكون وافقه كله يعني خارج غزة وخارج فلسطين ككل، خارج حدود الوطن. لا أنا بحكي للشباب هذول كلهم. طب في تسهيلات للهجرة من غزة؟ بشكل يعني تسهيلات حكومية ما بتصور، بس يعني أنت بتعرف إنه المعبر ما بتصور يعني حيمنع أي شاب لطالما في عنده مثلا فرصة عمل خارجية ولا آخره. ولكن ايش في استقبال اصلا للدول الاخرى لحتى تستقبل اشخاص مثلا من فلسطين يعني ليهاجروا ليشتغلوا؟ يعني الدول دوب عم تدبر عمل لمواطنينا، ليش لحتى تستقبل فلسطينيين؟ يعني وللاسف الفلسطينيين بكثير من الدول هن حاله خاصه، في دول بترفض استقبالهم لعده اسباب يعني كلنا بنعرفها، منها اسباب سياسيه. الدول اللي تستقبل مواطنين فلسطينيين لا يهاجروا ليشتغلوا عندها، هل هالشيء سهل بالنسبه للفلسطينيين؟ لا، الان الدول العربيه بتستقبل بس بكميات محدوده جدا وبما يلزمها في ميدانها يعني في المجتمع، كيف ممكن الشعب الفلسطيني يخدم مجتمعهم؟ لكن الدول الاوروبيه بتتعامل مع الموضوع بشكل انساني بحت، يعني انا لو مثلا بناء على تخصص تقدمت بطلب هجره الى كندا الى اي دوله اوروبيه طبيعي هياخذون ان انا انسان فرانكفوني، فمحتاجين انه يدربوني ينموني اكون واحد منهم، انه في يوم من الايام هم متاكدين تماما انه حيستفيدوا مني في كل شيء، فبتصور يعني الدول العربيه من ناحيه ثانيه بتتعامل مع الموضوع بس بشكل مادي بحت، انه كيف يبنوا مجتمعهم
على حساب الشباب الأجنبي عموما، مش شرط الفلسطيني. ريهام، كفتاة فلسطينية عم تدرس بالجامعة، اختيارك لتخصصك هل كمان يبنى فقط أنه في أحد الجوانب هي الجانب المادي وطبعا جانب الرغبة، ولكن اختيار الفتاة الفلسطينية لاختصاصها هل يبنى على معايير مثلا ممكن اجتماعية أو معايير أخرى ممكن يمنعها من دراسة مجال محدد؟ في عدة معايير ممكن تمنع الفتاة. في عندي المادة يعني تجربة مش شخصية، لكن شفت صديقاتي كانوا في المجال العلمي ويعني حصلوا على مستوى كتير كبير في هذا المجال، يعني في طالبات بعرفهم حصلوا على 96 و97 في المجال العلمي، كانوا راح يفوتوا مجال الطب لكن للأسف المادة ما سمحت لهم. هي اولا. المجال الاجتماعي فيه كثير ناس بتعارض انه البنت تفوت مجال طبي او مجال في التمريض. ليه؟ ايه؟ ليه؟ ما بعرف، يعني انا عن تجربه شخصيه كنت في الجامعه كانت بنت بتعيط لانه الجيران. بس شو التبرير لما يجي يقولوا لها انت ممنوع تفوت تمارسي عملك كطبيبه؟ من انه بنعرف انه الطبيبات سنة انه البنت يعني البنت لازم تكون مدرسه او ربه بيت. هذا لانه بجوز مهنه التمريض او مهنه الطب بتاخذ كثير من الوقت، حيز كثير من الوقت بالنسبه للبنت، فبيحكوا انه لا هي المجال مش مناسب للبنت، مناسب للشاب اكثر، البنت تروح لمجال ثاني مثل التربيه او مجال ثاني. احنا دائما بنعرف انه المجتمعات دائما تولد مجتمعات يعني بدها تكبر وبدها تعلى وبدها تصير مدنيه. احنا بتصور برايي المجتمع الغزي بالتحديد مجتمع ما زال يعني بيتعامل كانه مجتمع ريفي، يعني احنا الان بنحاول نكون مجتمع مدني، ومجتمع المدني طبعا له ما له وعليه ما عليها طبعا معروف، لكن في اضافه الى ذلك الفجوه ما بين الاباء والابناء يعني ما زلنا بنعاني منها وحنعاني منها لولا انه الشباب يتكاتفوا ويجتمعوا ويعملوا دورات شبابيه ومؤتمرات شبابيه انه نوصل الرساله للاباء والامهات يعني المسؤولين عنا انه يا جماعه افهمونا، يا جماعه حاولوا تتناقشوا معنا، يعني بلاش انه بس كلمتي هي المفروض تكون موجوده، لا اسمعونا. طيب ايمن، يعني شو صار وظروف معيشيه صعبه وظروف ماديه وعدم استقبال ودي من الدول العربيه، طب قد تمروا هيك بلحظات احباط؟ طب انا شو بدي اتعلم؟ شو عم عذب قلبي مثلا؟ تمروا عليكم هيك لحظات؟ طبعا كيف بترجع بتكمل؟ لا يعني بالاخر لانه انا بتعلم الي انا بدي اكون حالي انا، يعني اكيد كلام الناس ما بيفرق معي او مع الصبايا طبعا او مع اي حدا ممكن شايف لحاله في عنده افق في عنده طريق لازم يفوت فيه، فبتصور هو هذا الباب اللي لازم ننطلق منه كلنا. يعني الملفت بالموضوع انا كل شيء بتحكوه فورا بتذكر مثلا بالمجتمعات اللي نحن جايين منها، اذا بنقول بسوريا يعني هذا الحكي كثير ملفت لان احنا عندنا جامعات مجانيه ونفس الوقت بتلاقي ما كل الطلاب عم يروحوا على الجامعه او عم يسعوا لحتى يروحوا. بدي اعرف يعني شو هو هالدافع يلي على الرغم من كل الصعاب اللي قالت لك يا هون ساره، ما بس يعني ما عم بقدر افهمه بس لانه انا بحب العلم، كيف الشخص عندكم بيكون عنده الاستعداد لحتى يعمل المستحيل بس كرمال يفوت على الجامعه يدرس اللي بده اياه؟ لانه شيء بدي اعلق على كلام ايمن، المجتمع الغزي لا يتعامل كمجتمع ريفي، المجتمع الغزي مجتمع متحضر ومتطور وواكب التطور، لكن في حدود الدين الاسلامي، احنا بنتعامل في حدود الدين الاسلامي، بقول لك خلص انه احنا في ديننا الإسلامي لا يجوز الاختلاط بين الرجل والمرأة في اللي هي في ليلا مثلا، إنه صحيح ممكن يعني مع احترامي لجميع الوظائف مع احترامي للجميع، لكن في وظائف خلاص عندنا معارضة بنمشي عليها، في دين إسلامي هم ممكن متشددين زيادة عندنا، لكن مجتمع الغزي مجتمع متحضر. من ناحية الدوافع اللي إحنا الشعب الفلسطيني قلة فرص العمل اللي بتتوفر للجميع، هذه أكبر دافع إنه الشاب الفلسطيني بالذات الشاب وليس الفتاة، لأنه الشاب بده يتزوج بده يكون حاله، يعني الأهل يدوبك يقدروا يوفروا أهل أبنائهم للمدارس وللجامعات، فما بالك الشاب اللي لسه في بداية حياته ومش قادر يوفر حاله، فبيكون دافع قدامه إنه فيش فرص عمل إلا للمتفوقين للمثقفين، هذا بيزيد من إنه الإصرار على إنه يدرس ويكون الأفضل وإنه يتفوق عشان هو اللي يحصل على الوظيفة أقل من أكثر من غيره. بدي تقولي بسرعة هيك عن الدافع اللي عندك. الدافع اللي عندي إنه التعليم هو سلاح لمواجهة الاحتلال، إذا لم يكن الرصاص معنا كسلاح فالتعليم هو سلاح لإلنا لمواجهة الاحتلال. نعم، نحن لهون بنكون وصلنا لختام أول محور من الحلقة، بدي أشكر ريهام وأيمن وشيماء، رح نستضيف مجموعة جديدة بعد الفاصل. ما
من جديد اهلا بكم بهذا المحور. انضم لنا مجموعه جديده من الشباب، رح بلش من عند هاني ابو مصطفى، اماني ابو القمصان، ومحمود الشاعر. هاني رح ابدا من عندك، كنا عم نحكي مع زملائك عن الصعوبات اللي بيواجهوها بالجامعه، قد ايه اختصاصهم كافي انه يعني يكملوه بالجامعه او بيحتاجوا لدورات عمل، حكينا عن اختصاصك. انا تخصصي طبعا تربيه رياضيه بجامعه الاقصى بغزه. تخصصي يعني لما فوت هذا التخصص حسب قدرات الرياضيه وحسب الميول والرغبه اللي انا راغبها لاكون بالنهايه مدرس تربيه رياضيه او مدرب احد الانديه الرياضيه منشان اطلع جيل رياضي قدر الامكان. لكن بصراحه لو بدنا نحكي عن واقع الشباب او واقع التخصص التربيه الرياضيه هو مش بسيط نهائيا، ولا انه كما يعتقد البعض انه ممكن يكون مجرد انه لعب وله فقط لا غير، لا بالعكس الدراسه في هذا التخصص صعبه جدا. لكن اكثر ما نواجهه من صعوبه في هذا الامر انه انا لما افوت بعد الثانويه العامه في هذا التخصص بكون في هناك طبعا حسب خطه وزاره التربيه والتعليم انه ممكن يكون في استيعاب لمدرسين تربيه رياضيه. لكن يعني كنت بدي اسالك، حلو كثير هالاختصاص بس في كثير اقبال عليه؟ هو في حلو كثير وفي اقبال كبير جدا من طلاب ومن طالبات. بجامعتنا احنا بجامعه الاقصى يعني هو من الرسوم العاليه بالجامعه كمان، لكن اللي بنواجهه انه احنا بعد خلاص الاربع سنوات في هذا التخصص بنلاقي صعوبه في وجود وظائف لهذا التخصص، بكون فل ما في وظائف. يعني بنفوت الجامعه على امل انه بعد اربع سنوات بالفعل في استيعاب لهذا التخصص، لكن بعد ما نخلص الاربع سنوات للاسف ما بيكون في وظائف، بنصير نبحث عن بديل. لا لكن بس بدائل من الاول كمان. يعني من اول ما فتوا على الاختصاص يعني انا ما بعرف في نوادي بغزه؟ هو في نوادي بغزه لكن للاسف النوادي مش فاعله بشكل كبير جدا. احنا قطاع غزه يعني انت بتعرفي انه مكان صغير جدا، والنوادي فيه للاسف كمان كبيره جدا ولكن لا تقدم خدماتها المطلوبه. بس انت لما قررت او اخترت هذا الاختصاص ليه ما فكرت انه اكيد صعب لاقي فرص عمل فيه؟ اوكي اكيد شيء طبيعي انه في فرص عمل مش بس بالمدارس كمدرس تربيه رياضيه، في فرص بانديه، في فرص ثانيه باعداد فرق ناشئين، ولكن من جديد بحكي لك انه الرياضه او المنظومه الرياضيه الفلسطينيه صعبه جدا، الفش يمكن امكانياتها معدومه تماما، يعني حتى عدد الملاعب المعشبه في قطاع غزه كله فيش الا ملعبين هم اللي جاهزين تماما فقط لا غير. واحد منهم انضرب بالحرب، واحد منهم بالضبط له ملعب فلسطين تم قصفه الان لا يصلح للعمل ووقف كل البطولات، يعني حتى الصالات المغطاه بالانديه الرياضيه او بقطاع غزه هم كمان صالتين فقط لا غير، وكمان غير مؤهلات للعب لانها وقت الشتاء في ميه كمان بتكون فيها. هاني بينتقل لاماني سوايا بالمحور اللي قبل، كان عم يحكوا لنا انه اياما الفتاه الفلسطينيه بتعاني من صعوبه لتدخل الاختصاص اللي بدها اياه وتدخل كليه العلوم، انت قدرتي تدخلي على كليه العلوم، ما بس دخلتي عليها ولكن كمان تفوقتي فيها بشكل كثير كبير، بدك تحكي لنا عن انجازك فيها. قبل احكي لنا انت كيف قدرتي تفوتي على كليه العلوم، على اي اساس اخترتي هيدا المجال، كيف أبدعتي فيها؟ بالبداية أنا كنت حابة أفوت كلية الطب، بس مجموعي بالثانوية العامة ما أهلنيش أني أفوت كلية الطب، فكانت كلية الصيدلة هي الخيار الأقرب للطب، فقررت أني أفوت كلية الصيدلة، ولأنه كان إلي أخت درسة صيدلة ومخلصة صيدلة ومش لاقية شغل، فأهلي حكوا أنه يعني الصيدلة ما إلها مجال فاختاري إشي تاني. التربية هي الخيار الوحيد اللي ممكن ينطرح للبنت بأول ما تبلش تفكر شو بدها تدرس جامعة، فإنه أدرسي تربية بتطلع معلمة بتخلصي أربع سنين، إذا شاطرة بتخلصي بثلاث سنين وتشتغلي على طول. بس أنا رفضت كل هاد وضلتني لآخر أيام التسجيل قربة الجامعة تبلش وأنا لسه مش مسجلة، يعني لأني مصرة على الصيدلة، وفي الآخر يعني وافقوا انه افوت الصيدله وفتت الصيدله، ولانه بعد هاي الحرب كلها قررت اني افوت صيدله وفتت من راسي، فكان لازم اثبت انه انا قد الخيار اللي اخترته. فمن اول ما بلشت في كليه الصيدله وانا حتى قدامي هدف معين انه ما اكون مثل اي بنت في كليه الصيدله او اي طالب في كليه الصيدله، اعمل شيء ابين انه اختياري لكليه الصيدله ما كان عبثي، ما كان لانه بدي افوت صيدله وهيك. اماني رح نشوف، سوري كمل تفضل. وبالفعل دخلت كلية الصيدلة وأثبتت جدارتي بالبحث اللي عملته. أنا كان قصدي ما بدنا نشوق شوي الجمهور، ما بدنا نحكي عن البحث هلا، خلينا ننتقل عند محمود يحكي لنا شوي عن اختصاصه. أنا محمود الشاعر بدرس دبلوم محاسبة بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والمهنية، الفصل هذا إن شاء الله خريج. يعني المحاسبة بشكل عام هي هو تخصص لذيذ جدا، يعني انا حدا بحب انه يحسب وهيك شغلات، فلهيك بتوجع الراس بس لحسابات كل الوقت. اوكي بس هي يعني ممارستها متعب. نعم. مثل الركض يعني زي ما بحكوا، هو كثير بتعب لكن لازم الانسان يمارسه.
هلا التخصص هو كثير يعني لذيذ، ممكن انه اللي بحب التخصص واللي بحب هذا المجال انه ممكن يبدع فيه، لكن احيانا احنا كطلاب دبلوم بما انه ما توفقنا كثير وجبنا علامه عاليه بالتوجيهي، في بنلاقي طلاب كثير يعني ما بتخصص انه هم بفوتوا محاسبه لانه هو يمكن كيف احكي لك احسن التخصصات الموجوده بالدبلوم او بالتعليم المتوسط، فبتلاقي الطالب بيدخل التخصص بس ما بيقدم فيه، فبالتالي بتلاقيه بعد فصلين او ثلاثه مضطر انه يحول لتخصص ثاني مش برغبته برضه لانه هو عنده تحضير اكاديمي. طيب هلا انت قلت لي انك عباب التخرج، قد ايه متامل انك تلاقي وظيفه؟ 0%. 0%؟ ليه هالاحباط كله؟ هلا احنا يعني انا شايف كثير شباب بتخرجوا، اصدقاء كثير بتخرجوا، فبالتالي بتكون الشهاده مصيرها للحيط، ما كثير بيستعملها الشاب الا لما بده يعني او بلا صح يسمع عن تقديم للوظائف بالحكومه او بمؤسسه خاصه، فبالتالي الخريجين كثار وعدد الوظائف قليله. منيح التخصص العمل او المؤسسات الفاعله بغزه ما بتستوعب كثير خريجين، وخلينا نحكي انه حتى اللي بيتوظف يعني بيكون عنده كثير رينج او كثير واسطه انه يكون موجود بالمؤسسه اللي هو مقدم لها. طيب هاني بدي اسالك، بمجال الرياضه هو مجال فيه ابداع الى حد كثير كبير، انت بتفكر باعتبار فيه هالمعوقات لحتى انت تلاقي شغل بس تتخرج، هل بتفكر انه تروح تسافر على بلد فيه اهتمام اكثر بالجانب الرياضي، او بتحط نفسك امام تحدي لتنميه الجانب الرياضي اكثر بقطاع غزه؟ لا هو بصراحه انا لو بدي انمي قدراتي الرياضيه في قطاع غزه رح تكون اصعب، لانه المؤهلات الرياضيه في قطاع غزه اضعف من غيرها في بلدان اخرى، عشان هيك يعني انت جبتيها، انا ان شاء الله بشهر 2 مسافر ايطاليا عشان اكمل ماجستير بالكره الطائره اللي هي تخصصي. عندنا بقطاع غزه في كثير خامات جيده، ولكن المؤهلات التدريبيه او المدربين اللي اهلوا هؤلاء اللاعبين الخامات من الصغر من النشأ ما فيش. خلينا ننتقل لنقطه كمان كثير مهمه هي دراسات العليا، هل سهل على الطالب الفلسطيني، طبعا السؤال بدي ارجع وجهه لكم كلكم، انه هو يقدر يلاقي اولا يكمل الماجستير والدراسات العليا داخل غزه، وهل من السهل قبوله في جامعات بالخارج مثل ما انت تم قبولك بايطاليا؟ تمام، في غزة ما فيش أي ماجستير تربية رياضية نهائياً. بمجالات بشكل عام. في بعض المجالات موجودة بغزة، يعني أنا جامعتي ما فيش فيها إلا تخصصين بس ماجستير، لغة عربية وإرشاد نفسي فقط لا غير. يعني حتفكر إذا سافرت حترجع؟ أكيد طبعاً، أكيد طبعاً. طب وإذا ما لقيتهم فرص عمل بتكون كمان ضيعت؟ مهما كان أنا لو سافرت طبعاً حرجع، ما في إلي غنى عن تراب أرضي طبعاً. طيب أماني بدي اسال بس بالنسبه لموضوع اللي طرحته هبه عن قد ايه هون في امكانيه انه الواحد يكمل ماجستير او دبلوم، انت بما انك دارسه صيدله، طب احكي لنا في مختبرات بالجامعات كانت مامنه انه بتقدروا تمارسوا كل الاختبارات اللازمه؟ هو في مختبرات بس مش طبعا ما بتغطي كل المواد وما بتغطي كل التستات اللي لازم تعمليها لكل ماده ومش بالكفاءه المطلوبه. يعني معظم المواد ما بتفوت قطاع غزة لأنه إسرائيل بتمنع دخولها لأنها بتدخل في تصنيع الصواريخ وما غيرها من المواد المتفجرة، فأغلب هاي المواد مفقودة عنا بالمعامل، بنضطر نبحث عن بديل، البديل هذا بيكون يعني ضعيف جدا في تحقيق النتائج، هذا إذا كان موجود أصلا البديل. وهيك يعني ورغم كل هيدا قدرت تعمل أنت بحر فوقتي فيه، بدك أنت تحكي لنا عن تفاصيله من الصفر. أن تكون بيدقا فأنت في خطر. يعني ورغم كل هيدا قدرت تعمل أنت بحر فوقتي فيه، بدك أنت تحكي لنا عن تفاصيله من الصفر. هلأ من الصفر، أنا كنت من الثانوية العامة مشتركة بمؤسسة عالمية Science Communication، هي مؤسسة عالمية بتضم بروفيسورات من جامعات العالم كلها مقرها بأمريكا. هاي المؤسسة دخلت إلها بعد ما خضعت لأكثر من اختبار، واختبار الآي كيو وغيره من الاختبارات، وبعدها تم اختياري من داخل فلسطين. دخلت المؤسسة هاي كان لمدة سنتين، يعني بس عملنا انه
تنقل المعلومات، يعني كل حدا بيعرف عن بحث جديد يحكي لنا عنه عبر الانترنت طبعا، لانه ما في اي مجال ثاني. في كان فرص لمؤتمرات تجمع اعضاء المؤسسه هاي، تغيبت عن معظمها لانه ما بقدر اطلع من قطاع غزه للحصار المفروض علينا. لحد ما اعلنوا عن المسابقه هاي قررت اني افوت فيها، رغم أملي الضعيف إني أصل لأي مرحلة منها، حتى المرحلة الثانية يعني اللي كانت ممكن حيصنفوهم ل 350. حكيت إنه بس فرصة يعني أشوف شو رح يطلع معي، واختاروني من ضمن ال 350. حكيت إنه ممكن هاد يعني بسبب المرحلة الأولى كانت اختيار المشاريع بناء على الأفكار ومدى تقدمها، يعني الفكرة الأولية لمشروعك وين ممكن توصلي فيه. اختاروا منهم 350 وتم اختياري من ضمن ال 350. أول مرحلة هاي شجعني إنه أكمل بالموضوع. بعدين عرفت إنه في لازم يتم اختيار، لأنه إحنا مصنفين ضمن منطقة جغرافية واحدة فلسطين وإسرائيل، فلازم يتم اختيار يا فلسطين يا إسرائيل. كان هذا الحافز الأكبر إنه أنا أكمل بالموضوع، وفعلا كملت. كنت يعني ما يخليش سورس معلوماتي إلا أروح له، يعني بروفيسورات من كل دول العالم رسلتهم، اللي طمشني واللي يرد علي، بس أنا ما فقدت الأمل يعني ضليتني مستمرة لحد ما إجت المرحلة الأخيرة. وكان وإحنا اثنين وصلنا للمرحلة الأخيرة أنا والإسرائيلي، يعني كان هي الأربع مراحل قبل المرحلة الأخيرة. في المرحلة الأخيرة لل 15 بحث اختاروني أنا، والإسرائيلي رفض مشروعه. بعد هيك تم طرح المشروع لحصوله على براءة اختراع، وبالفعل حصلت على براءة اختراع مسجلة من أمريكا. ما حكيناش عن شو المشروع. المشروع هو عبارة عن مسكن للآلام من دون أي أثار جانبية. فكرته بسيطة جدا، إنه هو بس بيسكر هذا المسكن، بيغلق قنوات الصوديوم المسؤولة عن نقل إشارات الألم من مكان الإصابة للدماغ من دون ما يأثر على أي عضو تاني من أعضاء الجسم. الإشي الجديد في هذا البحث السبيسيفيتي تبعته، الاختصاصية تبعته في التوجه، في التوجه تبع الدواء بس. يعني كيف قدرتي أنت توصلي يعني لبحث أول شيء أخذتي عليه براءة اختراع، شيء ما أنه موجود بالعالم وضمن الإمكانيات اللي هي خلينا نجمل الجملة ونقول كتير قليلة وكتير ضعيفة بالجامعة اللي بتدرسي فيها. صحيح، حتى البيسكس لهذا الموضوع ما كانوا معي، لأنه أنا كنت بسنة ثانية لسه لما بلشت أفكر بهذا المشروع، كنت بسنة ثانية في الكلية. يعني المواد اللي حتى بتأهلني أني أفكر بهذا الموضوع لسه ما كنت مخداها. كيف قدرتي طب تتجاوزي؟ بس الطموح الكبير يعني ممكن يوصلك لأي مكان. أنا كان عندي طموح كبير وحلم كبير أحققه لإلي ولأهلي ولعائلتي ولبلدي، خصوصا بعد يعني المنافس الإسرائيلي اللي دخل على الساحة. فبلشت أول إشي 6 شهور كانت هاي، ما يعني ما فكرت في المشروع حتى، بس كنت بدرس بالفارماكولوجي والفارماسيوتيكال كيمستري اللي هي المواد اللي ممكن تخليني أوصل لأي نقطة أبلش منها لمشروع أيا كان المشروع. فبلشت أقرأ 6 شهور كانت هاي بس قراءة واطلاع هنا وهنا وهنا، ومواقع علمية، شو آخر إشي وصل له العلم، شو آخر إشي توقفوا عنده العلماء، شو آخر إشي وصلت لمقال كان مكتوب عن أطفال بيولدوا من دون الإحساس بالألم. هذا المقال هو أكثر إشي شدني، قرأته مرة ومرتين وثلاثة. فهدول الأطفال بينولدوا من دون الإحساس بالألم نتيجة لطفرة في جين معين. هذا الجين هو هذا الجين في الجسم، في جسم الإنسان الطبيعي، مسؤول عن فتح قناة الصوديوم المسؤولة عن الألم. فمن هنا أجت الفكرة إنه هذا الجين بيفتح قناة الصوديوم هاي المسؤولة عن الألم، ولأنه صار في طفرة في هذا الجين تسكرت قناة الصوديوم فبطل يحس بالألم. ليش هذا ما يتطور لميديكيشن أو دواء يعمل عمل الطفرة هاي من دون ما يأثر على باقي الجسم، بس يسكر لي قناة الصوديوم هاي؟ ومن هنا بلشت الشغل الترتيب الجيني. أنا نفهم أكثر، يعني عادة الأدوية المسكنة الثانية شو بتعمل؟ بتسكر قنوات الصوديوم في الجسم من دون تخصص. هذا بتوجه على مصدر الألم بالضبط. مباشرة هي قناة صوديوم محددة اسمها NA Voltage Gated 1.7. هلأ في عندك عدد لا يحصى من قنوات الصوديوم منتشرة في كل أجزاء الجسم، في القلب، في الكلى، في الدماغ، ومن هنا بتيجي الأثار الجانبية. لأنه أنت بتسكريها، بدك تسكر مثلا البيتا بلوكرز هي المسكنات هاي، بتسكر لك القلب في نفس الوقت بتأثر لك على الكلى والكبد على المدى البعيد، لأنها سكرت كل قنوات الصوديوم الموجودة في الجسم.
فإحنا من هدول الناس قدرنا نكتشف شو هو قناة الصوديوم المسؤولة عن الألم وحدها دون قنوات الصوديوم الثانية اللي لها وظائف ثانية. تحكي لنا الجامعة كجامعة فلسطينية قديش كان لها أثر، خلينا نحكي عن الأثر الإيجابي لدعمك، لأنه أنت قدرتي أنك توصلي للشيء اللي أنت عملتيه. الدكاترة كلهم بيفوتوا علينا بالجامعة بيحكوا لنا إنه المنهج اللي بتاخدوه مش هو الأساس، كلية يعني مواد الصيدلة كلها واسعة، إنه يعني الفصل هذا مش رح يكفي إنك تغطي كل المنهج، فبيعطونا ريفرنسز إنه ممكن تحصلي منهم، تكست بوكس وويب سايتس إنه تفوتوا عليهم تعلموا، يعني كلهم من أصغر واحد لأكبر واحد في الكلية كان دائما يحفزنا إنه أدرسوا ابحثوا، اللي بتدرسوا بالجامعة مش هو الركيز اللي بتنطلقوا منها، فهذا كان يعني أكتر إشي شجعني كمان. وأي حدا تحكي معه إنه أنت بدك تعملي شغلة زي هيك إنه دائما في دعم معنوي. طب محمود، كمان كنا بالمحور اللي قبل ولكن الأشخاص اللي كانوا بدرسوا بكلية الأداب قالوا لنا إنه المنهج التعليمي بالجامعة غير كافي لحتى شخص يطلع عنده معلومات كافية وشاملة عن اختصاصه. بالنسبة لاختصاصك، هل كان المنهج كافي أو أنت بحاجة لدورات خارجية؟ هو المنهج بشكل عام كافي، انه يعطيك معلومات تساعدك في 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 مجال العمل فيما بعد التخرج من الجامعه، لكن المشكله اللي انا واجهتها كطالب محاسبه بالجانب العملي، انا معي 72 ساعه عملي في اي مؤسسه انا بختارها اروح اتدرب عندهم. هلا المؤسسه اللي انت بتتوجه لها لحتى انك تتدرب محاسبه فيها بتكون مش معطياك المساحه الكافيه انك تكون تطبق اللي انت تعلمته منيح، فبالتالي انت ما عندك حتى بالكليه وقت اللي بننزل على المواد العمليه، ما بننزل على المواد العمليه مثل ما احنا بنتعلمه بس بشكل كثير بسيط وبإجازة كبير، بكون هيك يعني باختصار انه يلا طبقوا اللي عملتوه لمره واحده وبعد هيك انا مش مشكلتي اذا انت نسيت. طب هل الجامعات بغزه بتساهم او في عندها بعثات علمية لبلدان أخرى حتى في تبادل طلابي مع جامعات خارجية؟ يعني على حد علمنا لحتى الآن لم يذكر أنه تم إرسال بعثة طلاب لتمثيل جامعة فلسطينية نهائيا، إلا في بعض مش مواد تخصصية إنما فرق دبكة شعبية ممكن تكون تمثل فلسطين، فرق مسرح، فرق شعر فقط لا غير. أما أنه بعثة علمية تكون ميزانيتها على حساب الحكومة الفلسطينية أو حساب الجامعات ما كان. أيام الجامعات بالخارج هي بتكون بتعمل مثل تبادل خبرات، هي مشاريع تبادل شباب تعتبر وتبادل خبرات، لكن عنا للأسف نادرا ما تحصل. يعني أنا يعني يمكن ما بعرف، يمكن الحصار كمان إحنا بغزة أثر بشكل كبير في هذا الجانب، لكن بعتقد إنه السبب الرئيسي إنه في عنا ضعف في المنظومة التعليمية بشكل أساسي. يعني أنا بعتقد إنه الوزارة التربية والتعليم اللي ما بتجد منظومة لمقارنة أو لاستيعاب خريجين، إنه بعد 4 سنوات تعرف الخريجين هذول وين راح يكونوا وين راح يستوعبوا، مش عارفة، أكيد راح تكون غير قادرة على إنها تبعث بعثات طلابية على أي دولة من دول الخارج أو على أي جامعة حتى. بس تخصص واحد هو اللي بنبعث بعثات طلابية لبرا لحتى يشارك في ورش عمل أو في ندوات علمية، اللي هو تخصص الطب في الأزهر عندهم. الطب كل سنة في بعثة طلابية بتطلع تشارك في مؤتمر، ما بعرف شو وجهة المؤتمر أو وين بنعمل، بس هو بنعمل في كذا دولة عربية كل سنة. هذا المؤتمر بيطلع منه على ما أتصور أنه 7 طلاب من الكلية بيطلعوا يشاركوا في المؤتمر هذا. هبا نحن لنرفع لهم معنوياتهم شوي للشباب، يعني نحن كنا متخيلين انه نلاقي ظروف رغم انه يعني او بسبب الحصار تكون ظروف اسوأ، بس نخبركم يمكن هيدي ظروف شبه مشتركة بين البلدان العربية، يعني من سوريا او لبنان هيدي المشاكل هي ذاتها. بس كمان تعقيبا على سؤال هبا، يعني غير البعثات التعليمية بتساعد الجامعة انكم تعملوا مثلا تدريب تتدربوا خلال سنوات المنهج؟ يمكن محمود بدأ في هذا الأمر، محمود عندهم 72 ساعة عملية. يعني أنا تخصصي كتربية رياضية، معروف أنه 70% عندي جانب عملي مش جانب نظري. لكن إحنا للأسف في الكلية، راح أحكي لك أن إحنا بنشتاق نمسك الكرة ونلعب فيها، نشتاق اشتياق بشكل كبير جدا، حتى وقت ما نكون في عنا فراغ ساعة فراغ أو يعني ساعتين. يعني كله نظري ما بتعملوا شيء عملي على الأرض؟ لا أنا راح أحكي لك، يعني حتى ساعات الفراغ للأسف بتكون الصالة الرياضية مغلقة، مسكر، لازم يكون المحاضر طبعا معك مع المفاتيح، هو اللي يعطيك الكرة وأنت اللي تتدرب. عشان هيك يعني أنا يعني مصادفة امبارح كنا مع رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة وحكى لي كلمة يعني ومنها راح أنطلق بصراحة.
انه بحكي لي ما تفكروا انه التخصص الجامعي المساقات اللي انتم بتاخذوها كافيه، هي مساقات رصد درجات، شهاده جامعيه، علقها على الحيطه، بعدين وين انت؟ هذا مين كان عم بخبرك؟ هذا صحيح اه. وعلشان هيك بحكي له وبنصحني انه انتم عليكم كطلاب واجب انكم انتم تنموا قدراتكم. انا يعني الحمد لله ممكن بديت بتخصص من وانا صغير لاني كنت اصغر حكم معتمد في العالم في الكره الطائره، كان عمري 16 سنه، كان وانا كنت حكم اتحاد فلسطين ولا زلت لحتى الان. لكن خلال فتره من 2003 لحتى الان لم اجد دوره عربيه واحده دوليه عشان اتاهل للشاره الدوليه كحكم دولي لحتى الان. وفي كثير كمان خامات طلابيه، حكام ومدربين، لكن للاسف مش موجودين لحتى الان. المدرب عمره 60 سنه و62 سنه، ما في مدرب عمره 40، عنده 35 30 سنه، فيش تخريج وتفريخ لمدربين جدد لخامه رياضيه او طاقم رياضي يكون خبير في هذا الامر من فئه الشباب. طيب اماني انت برايك يعني هيدي الظروف اللي موجوده هي اكيد في سبب كثير كبير منها بسبب الحصار اللي بيتعرض له قطاع غزه، ولكن برايك هل الحكومه الفلسطينيه او يعني السلطات الفلسطينيه هلا طالع بايدها هي تعمل شيء ومقصره فيه، انت بتطالبيهم بشيء لتتحسن مستوى الجامعه؟ طبعا لا لا لا، انا بتهيالي انه الحكومه والشعب كلنا محاصرين، يعني ما فيش اكيد ما فيش بايدهم شيء يعملوا ومش عاملينه. لا طبعا لا، واكبر دليل انه لما بيشوفوا حدا ناجح انه ما بيصدقوا، يعني انه تعال احنا انه انت وصلت لمكان احنا بنساعدك توصل ابعد وابعد من هيك. بس انا عن جد اسمحوا لي لكم عن جد مثل ما قالت ساره انه هي الظروف نحن اياما عم نكون يعني ببلادنا نحن بظروف مرفهه اكثر، ولكن ما عم يكون ما في حصار، نحن عايشين قلت لهم بالمحور اللي قبل نحن جامعاتنا كثير منها مجانيه، ومع ذلك ما عم يطلع ابداعات بجوز بالشكل يلي عم يطلع منا. اسمحوا لنا عن جد نهنيكم لكم قد ايه احنا يعني تعطونا قوه من الشيء اللي انتم عم تقدروا تطلعوا منه. نتمنى لكم بس نقدر نتمنى لكم كل التوفيق. حلقتنا من غزه من جامعه الازهر مستمره، ولكن بعد الفاصل. المحور الأخير من حلقة شباب بالعربي اللي عم نصورها بجامعة الأزهر بغزة رح تتناول النشاطات الترفيهية والثقافية داخل الجامعة بعيدا عن المواد التعليمية. محمود ضل معنا من المحور الثاني، وأيمن انضم لنا من جديد، وبدنا نرحب بسالي أبو الجبل. محمود رح نبدأ من عندك، شو بتحكي لنا شو عندكم نشاطات بس ما يكون في دوام؟ نشاطات ترفيهية بتكون بشكل يعني مرة كل سنة، ممكن انه يكون في حفل، او قبل يومين كان في عندنا في الكليه، اليوم مفتوح للعلاقات العامه للشباب، العلاقات العامه تخصص العلاقات العامه. كان هذا الاسبوع هو ملك الطلاب، لهم الحريه انهم يحددوا الفعاليات اللي بدهم اياهم ويعملوا النشاط اللي هم بدهم اياه. فهلا النشاطات هذه هي كثير بتساعد الشباب انهم تعطيهم طاقه انهم يكملوا بالكليه ويحب تخصصه اكثر. النشاطات هذه ما بتكون زي ما حكيت لك دورية، لا بتكون كل سنة مرة أو كل فصل مرة. خلينا نحكي يعني مش كتير النشاطات موجودة بالجامعة. نعم، ننتقل لسالي ضيفتنا الجديدة اللي أنا بعرف وسمعت أنه متميزة بالجانب الثقافي، وبدك تخبرينا عن النشاطات الثقافية اللي بتعملوها بالجامعة. والله احنا بدينا اشتركنا في النشاطات الثقافيه من اول سنه ما فتت الجامعه، قرانا اعلان يعني ورحنا توجهنا لعماده شؤون الطلبه. انا صراحه تفاجات يعني بالامكانيات اللي عند جامعه الازهر انه ماخذه مركز ثاني ومركز اول، ولانه ما كنتش اسمع انه في نشاطات ثقافيه. يعني نشاطات هي نشاطات شعر، ادب، ما بعرف بالمسرح، شو هي النشاطات الثقافيه بالتحديد؟ هي نشاطات الشعر والمسرح والثقافه، وفي لها برنامج عندنا في الجامعه اسمه برنامج عشتار، يعني حاليا جديد بيشتغلوا فيه. نحن حنشوف عن مشروع عشتار اكثر. الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك. لطيفه شتات، تخصص لغه عربيه واعلام بجامعه الازهر. برنامج عشتار طبعا هو مبادرة شبابية من طلاب وطالبات جامعة الأزهر، بمعنى مجموعة طلاب وطالبات رأوا بأنهم موهوبون في مجال معين فعرضوا الفكرة على إدارة الجامعة فوافقت عليها فورا. البرنامج يضم الموهوبون في مجال الشعر، كتابة الشعر، إلقاء الشعر، في مجال الغناء، في مجال الرسم، الدبكة والفلكلور الشعبي، في مجال الدراما والمسرح. فرقة الغناء تتولى مهمة الغناء الوطني سواء فلسطيني أو عربي. شو بدنا نبيع؟ الألم، الخوف،
الذل، القتلى، الأسرى، الرمال، الصبر، بس نحنا بنقول هو للوطن اللي بعتوه من زمان ما راح نبيعه. بعتوه لما سكتوا على قتل الأطفال والشيوخ والنساء، سكتوا لما انتزعوا منا وطننا، لما شردونا وعيشونا بملاجئ، لما كنا النادي والنادي وما حد سامع، لما كنا نتعذب والكل منا خايف يقرب. انتوا بعتوا فلسطين، هانت عليكم وبعتوها. رغم احنا مش راح نبيع فلسطين، لو كل العالم وقف ضدنا ما راح نبيع فلسطين. بنبيع روحنا وما بنبيعها، ما راح بيع ولا حبة رمل منها. فلسطين راح ترجع على ايدينا، فلسطين راح ترجع وراح تضل روسنا مرفوعة، فلسطين راح ترجع وكل العالم يسمع، فلسطين راح ترجع. أيمن، غير الجانب الثقافي أنت ناشط بالجانب التطوعي، وأنا على الصعيد الشخصي الجانب التطوعي كثير بيستهويني وكثير بيلفتني الشباب اللي بيشتغلوا بالعمل التطوعي. إذا بتخبرنا عن الجانب التطوعي الشبابي الغزاوي. أنا بداية التطوع كانت في سنة 2006 إلى الآن طبعا، يعني بجانب عملي. فبتصور لازم كل شاب وكل فتاة يعني يكون عندهم الإيمان العميق بأنه تطوع حياة فعلا. يعني الآن أي شاب وأي فتاة بتخرج بعد الجامعة وبيشكي من قلة فرص العمل وإلى آخره، لا، الآن أرباب العمل بيحتاجوا إلى شاب يعني متمرس. بس أيمن، بأي مجالات تتطوع؟ حقوق الإنسان، المجتمع المدني. شو النشاطات اللي بتعملوها؟ أنا الآن يعني رئيس أصدقاء جمعية مؤسسة ضمير لحقوق الإنسان، يعني بتابع المشكلات القانونية لطلاب جامعة الأزهر خاصة قسم اللغة الإنجليزية في المؤسسة. بالنسبة للجانب التطوعي، هل يوجد إقبال من الشباب الفلسطيني على العمل التطوعي، أو بتحسوا أنه أنتم بحاجة لكتير تحمسون لحتى هن يتقبلوا فكرة العمل التطوعي؟ لا، هو الأوضاع المادية للشباب عموما يعني بتصور ما بتسمح لهم أنه يكونوا داخل العمل التطوعية. دائما بدور على العمل حتى لو كان يعني بدخل قليل جدا، لا، هو بيفضل الدخل قليل جدا على العمل التطوعي اللي هو ممكن يخليه في مستوى أرقى من اللي هو فيه. يعني الفقر والبطالة والآخر هي بتحتم على الشباب أنه يتوجه لسوق العمل بأرخص الأثمان. يعني طيب نسأل محمود. محمود، أنت كنت عم تشتكي من قلة النشاطات ومن أنه ما كثير تعمله، هل جربت التوجه إلى العمل التطوعي يلي ممكن يكون في جانب خدمي للمجتمع يلي بتعيش فيه؟ أوكي، والجانب التطوعي خارج خارج الجامعة. أوكي، هلا أنا بالضبط يعني كنا نشارك او كنت اجتمع انا وشباب عندهم نفس الهم ونفس الفكر، ان هم مش لاقيين خلينا نحكي حاضنه مجتمعيه لموهبتهم. كنا نعمل تجمع شبابي، عملنا تجمع شبابي اسمه فنجان قهوه قبل سنتين، كنا نعمله بجاليري الاتحاد. من جديد عملنا تجمع اسمه تجمع ركوة الشبابي، هذا تجمع بيعمل له دعوه الكترونيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بندعو فيه الناس انهم يجوا يسمعوا الكلام اللي احنا بنكتبه او يناقشوا معنا الفكره اللي اوكي الفكر الثقافي اللي بروسنا او قضيه شاغل المجتمع في الوقت الحالي. فاحنا كشباب احيانا او احيانا كثيره بنلجا لانه احنا نعمل تجمع منا احنا من حالنا بمجهودنا الشخصي بدون ما تكون في مؤسسه ضم هذا الشيء او جهه حكوميه راعيه هذا الشيء لحتى انه احنا نقدر نفرغ الحاجات اللي جواتنا. ايمن، على ذكر مواقع التواصل الاجتماعي، قد ايه بتستخدموها لتقدروا تعمموا هيدا العمل اللي عم تشتغلوه او لتنسقوا نشاط معين بقلب بعض بالجامعه؟ طبعا طبعا طبعا، يعني انا اغلب الاعتصامات اللي كانت بتصير في جامعه الازهر او اي احداث يعني سواء لها علاقه في حقوق الانسان او اي احداث لها علاقه في مشاكل جمعيه داخليه على الفيسبوك او تويتر، بتستخدم الشباب بشكل غريب. نعم. طب سالي، بدي اسالك، حكيت لنا عن الجانب الثقافي اللي بتشتغلي فيه بالجامعة، خارج إطار الجامعة وبعيدا عن الجامعة، شو النشاطات اللي بتقومي فيها كفتاة فلسطينية؟ احنا كان في لنا ملتقيات التواصل كتير برا الجامعة، يعني في كم ملتقى وصال كنا نجتمع فيه، برضو فكر شعر برضو بيقرأوا فيه وشي، يعني كل واحد كل شاب أو بنت يعني عندها قصيدة وعندها شيء بتلقيها وبتناقشوا فيها، يعني شاعر مثلا عن حياته عن إشي. في مبادرة فلسطينية برضو كانت كنا نشتغل فيها برضو، في إنهاء الانقسام للوحدة الوطنية، يعني في كذا الشباب بيعملوا كذا تجمعات خارج نطاق الجامعة، يعني تكون تجمعات شباب بيدعوا عليها على الفيسبوك مثلا زي أيام إنهاء الانقسام، دعوا عليها على الفيسبوك وطلعوا الشباب كلهم يعني عشان يعبروا عن رأي الشارع الفلسطيني.
صح. محمود قلت لنا كمان انتم بتعملوا نشاطات ثقافيه، ولكن كشباب يعني خلونا عن جد، ما بعرف بجوز انا كثير برجع للمجتمعات اللي نحن فيها، يعني شو بتعملوا لتتسلوا؟ انه الشباب الفلسطيني شو بيعمل ليتسلى؟ هلا بغزه انا عرفت انه في عندكم مثلا دور سينما لحتى تحضروا السينما، شو بشو بترفهوا عن نفسكم؟ شو بتعملوا تغيروا جو؟ بنجتمع بالمقهى، طبعا بالمقهى لك حريتك خلينا نحكي محدوده، بس يعني بتكون كفيلة انها تفرغ اللي جواتك. سمعت انه كثير بتشجعوا رياضة، انه الشعب الفلسطيني كثير بيحب رياضة، كثير بيتابع رياضة بالضبط. احنا لما نسمع عن مباراة لريال مدريد او برشلونة بالدوري الاسباني، معظم الشباب الفلسطيني بيتابع هذه الرياضة وبيتابع الدوري الاسباني بشكل خاص لانه متاح بشكل كبير بالكافيات. احيانا احنا بالوقت اللي عندنا أو وقت الفراغ والكمية الكبيرة من الشباب العطلة عن العمل بتخلينا عندنا حاجة من عدم اللامبالاة. يعني اللامبالاة هذا مش كتير سلبي، لأنه إحنا بوقت فراغنا بالبيوت أو بحاراتنا ما بنتوجه كثير انه احنا نضيع هذه الاشياء بشيء فاضي. محمود هيدا الغريب، يعني هلا فهمت ليك انت شيماء عم تحكي عن مستوى التعليم العالي للشباب الفلسطيني، لانه عم نفهم حتى كمان. حتى اوقات الفراغ عم تستغلوها بقراءه وثقافه شيء كثير، يعني عن جد مشجع للشباب العربي الباقيين. يمكن لانه كل ما زادت مجالات اللهو اكثر كل ما خف الميول. ايمن شو تعليقك على الموضوع؟ بتقرا كثير انت؟ اكيد، وبكتب شعر كمان، فانا يمكن بتفق مع محمود. اهلا وسهلا. بتفق معاه في شغلات انه في اجماع انه الشباب يعني بتوجهوا الى المقاهي، لكن المقاهي ما بين قوسين مقاهي فقط، يعني للقهوه والشاي والشيشه، لكن احنا بنفتقر للمقاهي الثقافيه. نعم، في غزه بالتحديد ما عندنا مقاهي ثقافيه في اماكن، لكن مش كفايه بالمره. يعني في مؤسسه سعيد المسحال، قصدك مكتبات مثلا تروح؟ مكتبات عامه، مكتبات يعني يكون مفتوحه فقط للشباب، يعني ما يكون حتى في شروط صارمه انه يعني تنفر الشباب من الموضوع هذا. لا، انا يعني بطالب كل الجهات المسؤوله، حقوق انسان، حكومات، انه توفر للشباب دائما ابد المقاهي الثقافيه، لانه بصراحه انا متفق انه احنا اعلى نسبه تعليم في الشرق الاوسط، لكن نسبه الثقافه بصراحه ما عندي انا إحصائية معينة، لكن الثقافة شبه معدومة عندنا بصراحة. طيب سالي، أنت كمان أنا برجع لأنك الفتاة الفلسطينية الوحيدة الموجودة معنا هلا، كفتاة فلسطينية شو بتحسي أو شو بتطلبي؟ شيء تحسيه لحتى يعبي لك وقتك بشكل أكثر؟ شو الشيء اللي أنت ناقصك كفتاة فلسطينية بتعتبري إنه الفتيات بجوز بالوطن العربي عم يكون عندهم القدرة إنه يعملوه أنت ما عم تقدري تعمليه؟ إحنا عندنا مشكلة بالمجتمع الفلسطيني، العادات والتقاليد أول شغلة، يعني موجودة بكل العالم العربي بس هي بالمجتمع الفلسطيني يعني أكثر ممكن شوي من المجتمعات الأخرى، يمكن طبيعة الاحتلال، طبيعة المجتمع، والله ما بعرف يعني، بس يعني في قيود، يعني مثلا طلعنا مثلا بساعة معينة على الجامعة، بس يعني بساعة معينة لازم نكون في البيت، يعني تأخرت نص ساعة وإشي ممكن الأهل يبدوا يعني يسألوا يتصلوا يرنوا، يعني ما يعني بدك تروحي مثلا على مشوار لازم تحكي إنه أنا رايحة إشي، بتحس إنه في قيود يعني على بتحكي هيدي بكل المجتمعات عن جد بدي أقول لك بجميع بس يمكن ثاني إنه دور السينما اللي مثلا ذكرتها هبة يمكن غير موجودة بسبب إنه المجتمع ما بيتقبل اختلاط بمثلا دور سينما معين عم يحضروا فيلم، ولا انت بتحلم مثلا يكون في سينما بغزه او ما بيعني لك الموضوع؟ بصراحه ما بيعني لي الموضوع كثير، يعني بشوف الفيلم على التلفزيون عادي. في افلام كثير بشوفوها على التلفزيون يعني، بس بصراحه كان نفسي يكون في زي ما حكى مقاهي ثقافيه، انه يعني تكون يعني مش شرط انه تكون للشباب الساعات المعينه، هي المشكله هنا انه مثلا بكون بكتب لك مثلا على هذا الحضور من الساعه كذا للساعه كذا الشباب، ومن الساعه كذا للساعه كذا بنات، فبكون ما فيش تواصل يعني في موضوع انه بنفعش الا لازم يكون في مثلا اراء من شباب واراء من بنات، ف يعني مش متاح انك يصير في اختلاط فكري، اختلاط ثقافي، يعني المجتمع فيه عادات وتقاليد بتحد يعني هذا. بس على الرغم عن جد كمان على الرغم من هي اللي انت معتبرتيها قيود، مع ذلك يعني احنا عم نشوف الشباب الفلسطيني ما شاء الله عم تبهرونا بالشيء اللي بتخبرونا، حتى بالأحلام بتميل للثقافه، حتى يعني حتى احلامهم هي احلام ثقافيه، هي احلام بتكبر القلب عن جد. نحن بنتشكركم بالبدايه محمود وسالي وايمن، وبدي لكم ما بعرف شيء بجوز انا وساره عم نفكر فيه بنفس اللحظه، انه لما نحن قعدنا معكم وتعرفنا عن جد على الظروف اللي انتم عايشين فيها والابداعات اللي عم تطلعوها منا، هيدا الشيء نحن كثير بيكبر لنا قلبنا وبيخجلنا عن جد وبيفرحنا، وكثير بتعطونا امل
غير الامل اللي نحن حصلنا عليه اصلا من زيارتنا لغزه. شكرا كثير لكم. بدي اشكر زميلتي ساره اللي شاركتني بتقديم الحلقه. مني انا هبه الله بيطار من كل فريق العمل لكم مننا اطيب التحيه من فلسطين. سلام شباب 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 بالعربي.